أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسم الفاعل اسم يشتق من يفعل، لنسخيش كده من فعل، ليدل على من قام به الفعل، لم نسخ ده على ما قام على ما قام به الفعل كصحيح نية، ليدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث. بحثي اسم فاعل لم كتابة ده بصورتي كي كرت مختصر كرتيك من لبابت حال وضع اسم فاعل للغة العربية ده ببين لك. على اسم فاعل اسمك كدروس كرا ولا يفعلوا، يعني شي لا يفعلوا، يعني لا مضارع معلوم. لا نسخيج كده هاتو ده اسم يشتق من فعل او كبر سيبويهي دخوا او شنك عرزم كده لدر سيبيا شو ده سيبويهي بيوايا همو امثله مختلفه مستقيم لمصدر ودقيقه. جاء بوتي اول لو الدروس ذاك ظل ليدل على من قام به الفعل بوي دلالتك لسرتي لسر كسيك كبوا وفعلك وستاوى كبوا وفعلك بوني هيا كبوا كسوى فعلك وجودي هيا كببوني او كسوى فعلك مطرح تعولي بمعنى الحدوثي كحالي أو اسم وياك اسمك مشتق لاسمي لفعل مضارع يا لفعلك لفعل مشتق أرزي برادري خومكم لواقع ده بمعنى كحال وبمعنى حدوثة. جاء وك كتم رئيسي بيد من فعل فعل بمعنى مصدر لبيدا فعل لغوي نك فعل اصطلاحي إيه بلان أمي أم نسخة من يفعل يعني مستقيم لفعل مضارع معلوم دجيره بوي دلالتك على من قام به الفعل بوي دلالتك على سركس هيك الحمد لله رب العالمين كفعلك بوابني هيا كحالي أو اسم جواب بمعنى الحدوثي أو اسمك وردجيره لمضارع معلوم حالي بمعنى حدوثي يعني هيا بيابوا دواء وكنبو لو بيش پیچانی صفتی مشرف صفتی مشرف پیشتر هر بو بنا حدوثه که بمعنى استی نب پیشتر نبو استه دوینه پیر خبری کلی نبو استه چاوده تولی زیدون با فرض مثال ضارب و عمرین لیدانه که بو آغای زید کلی لیدان مطرحه استه مطرح که پیر دو روش سی روش پیشتر بوني نبو مطرحيتك لأرادة نبو الواقع ده إيه زرتك عزيزي برادري خومكم دفرمي وصيغته من مجرد الثلاثي على وزن الفاعل لنسخي كده على وزن فاعل أو درستلا كضارب وناصر إيه ومن غيره على وزن صيغة المضارع من ذلك الفعل بميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج صيغي اسم فاعل ثلاثي مجرد وزن فاعلة بقشتي وكو ضارب ناصر ضارب ناصر أما ثلاثي مجرد وزن اسم فاعل كان وزن فاعلة إيه مشخصة بلان لغير ثلاثي لغير ثلاثي مجرد هي كبو ثلاثي مجرد سيطان مجرد ثلاثي سيطان جا غير كي دبيت السيباش رباعي مجرد ثلاثي مزيد رباعي مزيد إيه دلالة سر وزني صيغي مزارع لو فعل دي بلان بجي حرف مزارع كميمي كي مضموم دين لجي حرف مزارع كما قدر كي مصول دكين وكو مدخل مدخل مستخرج مدخل أصلا كي يدخلوه إيا كي لا دبي ميمي كي مضموم دين ما قبل أخر كشي مصول دكين مستخرج لا يستخرجوه إيا كي لا دبي ميمي كي مضموم دين فقط داخل كشي هر مكسورة اگر مكسور نبو مكسوري دك اگر مكسوري جو هر بكسر كي خوي دي حل يوانا حال بد ان بابا تمان ايما لا كتير بستر فيه كاني كدا بيگو من خوين دو ايتر فقين يكوشتين خوين بي
أمجا عملي بزانين اسم فاعل شون شون عملك ذكى عليه ويعمل عمل أو النسرة ويعمل عمل الفعل بلان ونسرة أم نسخة ويعمل عمل الفعل المعروف نسخة إشكهاتو أو إشكهات دلست أو بي خوش تريشة بي صحتر ويعمل عمل فعله عملي فعلك يخوي لك كما كفعلك يخوي كفعلك معروفة فعلي معروف يعني فعلي معلوم فعلي معلوم أجر لازم بو فعلي دوت أجر متعدي بو مفعولشي دوت جاء كاري فعلك يخوي لك كلي دلوز ذكر وكو مصدر ككاري أو فعل ذكا كفعلك لما مصدر دلوز ذكر فرق كان ويا مصدر سرچاو بولي بو فعلك بو دلوز ذكر أم ليردا فعلك لي بتسرت شعبه اسم فاعلك إن كان فيه معنى الحال والاستقبال ومعتمدا على المبتدئ نحو زيد قائم أبوه أو زي الحال نحو جاءني زيد ضاربا أبوه أمرا أو همزة الاستفهام نحو أقائم زيد وحرف النحو نحو ما قائم زيد الآن أو غدا أو موصوف نحو عندي رجل ضارب أبوه أمرا على عملي فعل معلومك يا خويدك أجر معنى حال واستقبال تداب جاء لدى خالق بلوم من لسيفتيش أو توضيحاتم هر داكاتي خوي براستي برزان أم باباني أخير وكو مصدر مصدر بحر حال تا أندازيك باشتر بلوم بتابد اسمي فاعل وصفتي مشبهة قناعتو به دنياك قنجيان تدا يعني زانينا كانت وزا سنجينة بوي من أجر ما مستاي فقيك صرشتين بلن بابتان دا من رخني بيواري ناكم بلا موجيقي لو مو سرزنجين شوك براسي قرانا بحصة كان يعني حر وقتي خوشي كيمي خلون دومانا والله هيتشي لحالي لمن تلبي طريقين انجشت استليل دا جوريك أو اسمي فاعل أو مفعولة يعني حتى بسريا مسلد دا بيزوري دويا دبي زور كارت كرده به لو زمين دا كتابي باشد خيام نوانه متعال عشتي باشد كده به تاوكو بتواني بسر يظالو اينا باور و قناعت به بسر يظال ما بي زور مصيبتا ليرا دا كرتيه كي هي ناوا يما حد دبي بو كرتيه قناعت كين منتها اگه توضيحك في يزبو بيلين اينا الله بو بابتا لبي سرچاوي قولتر لنزل بيلين بو نمونوكو مفصل شرحكاني مفصل شرحكاني تسهيل الشرح كان كافية أو أنا كبنوعك ريشي مثلا كان در هنا لذا بمطلقي هنا يتي بلان أو بمطلقيني على شيء على اسم فاعل عملي فعلي معلوم خوي أكاك اللي يدرس ذكر أجر إن كان أو فيه نسي بلان إن كان بمعنى الحال والاستقبالي لنسخيش كده هاتو منهم في درس ده كإن كان بمعنى الحال والاستقبالي أجر بشرط اسم فاعل هنا حال واستقباله محقق رضي محققي جورة ابن هشام همو أم توضيحان دا فرميانا واختك بشر دجيرة لإسم فاعل دا كبا معنا حال بيا استقبال بي بوي عملك لمفعول دا نكتة حمل شرح كافي رضي داخل من دومتوانا وهم لبابي شواري المغني دا كبا فقيانا مقتو نظرت كلا وكي هي ايه ألين وقت اسم فاعل شرطي أو بوداداً دريب وعمل كردن كبمعنى حال بي أي استقبال به أو بوعمل كردن لمفعول دايا بوعمل كردن لسي دايا لمفعول دايا بشر دادن دريب بمعنى حال بي أو معنى استقبال به إينا بو فاعل مرفوع كا نيازي بشرتي زمانية إلا اعتمادك نبديه به شتي كاين نعم بلان اما دبي واي كو كاين كوقت دالين ام بابا تقرانا شتيك من دابا تدس او كساني جو من دابا الين كاك اجر اسم فاعل دقتك ببي قلبو او يقصك اجر ببي قلبو كبي موابي ليرا دا بداخ بلا 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 داخل كاين هنا يوتي بلا اسم فاعل أجر ببيع ألبو ألي لصرنب ألي موصولة
مفعولي منصوب ذكرت مفعولي عملي لمفعول ده ذكرت دو شرطي بيوسته يك دبي يا بمعنى حال بمعنى استقبال ما شرطي أول شرطي دوم اعتماد داتا سر أو تنشتاني كمصنف برحمة ببعثي عندك أو خالي أول خالي دوم أجل اسم فاعل فقط عمل لفاعل لابك أو مفعولي نبت قدكي شرطي زمان مترحني بوي فقط شرطي دوم مترحة أوش كتيا اعتمادات السليف يتشي لوش تاني كوا بحثيك أو خالك زوزو زلوليك هاكي بلا إيه وكو زيدون قائم أبوه وأمزا بمعنى حال بها استقبال به هو معتمد على المتدي اعتمادات السليف مبتدا وكو زيدون قائم جزا مبتدا كا يستمو مبتدا بها لأطلع مبتدا بفرغناك هاد تفاولناك وكو زيدون قائم أبوه أما ليرا كان دا كقائم عملي كدول أبو هودا تاوليتي بوكا أما لواقع دا ليرا كان دا تكيدا وتسر مبتدا إيه أو زي الحال يا تكيدا تسر زي الحال يعني سي تكيدا تسر مبتدا زي الحال يعني بيش اسم فاعلك مبتدا بيو أم خبر بيو بوي بيش اسم فاعلك زي الحال بيو أم حال بيو لي يا لدو حمزة استفهام يا لدو حرفين فيه بيو يا اعتماد داتا سر موصوف بير اسم فاعلك موصوف بس فاعلك صفة بيبوي ابو معنى كاك وكو جاءني زيدون ضاربا ابوه عمرا استلير دا ضاربا تكيلا تسر زي الحال بو چونك ضاربا حالا لزيدي او ابو مرفوع كل امر منصوب يا حمزة اسمكو اقائم زيدون يا حرف النفي لبيشوكو ما قائم زيدون جاء ام الان او غدا كديهيني اجا حال بو الان دلي اجا غدا مو استقبال بو غدا دلي او قيدا بو زماني حال بو زماني استقبال حدو كان لقال يا كان علي چونك هو الجمعي حال استقبال غلط هو ناكري استهام استقبال بحما حال بشتي ناكري يا اعتمادات السال موصفوك عندي رجل ضارب ابوه عمرا اسي ضارب لا تكيلا تسال رجلي كرجل لي لكان دا تيا موصفة ضارب وتسيب وتصيفة بوي بكو مجيء هو عملي كدوى أبوي مرفوع كله عملي منصوب كله إيه فإن كان فيه معنى الماضي وجبت الإضافة أما أجر لإسم فاعل دا معنى ماضي بو لنسخيج كلهاته فإن كان بمعنى الماضي أو أن خوشترة أجر اسم فاعل كما معنى ماضي بو بمعنى ماضي بو وجبت الإضافة إضافة واجبة إضافي اسم فاعلك بلو معمولك يا خوي بلان ألي ردا لم إضافة دا محقق قولا رضي برحمة إخوة بدفرمي أجر بمعنى ماضي اسم فاعلك يعني حال استقبالتنا واجب إضافة بكري على إضافة بكري بلو مفعول بإضافة معنوي نقب إضافة لفظي بو چون که شرطی اضافه لفظی دفوت لیره کانادا شرط اضافه لفظی که بو او بو بفرض مثال بمانا حال بیا مانا استقبال بید اه. جا محقق رالی داله دبه اضافه بکره برو ما بعدکی خوی که لمعنا دا دبه تا مفعول اگر راست خوش مفعول نبید لمعنا دا مفعول بید وکو زیدون ضارب و عمرین امسی يسأل الضارب كي إذا فكره برو عمري عمر مفعولة شون كضارب فاعل كي هو يشتو بوزيد شاو لكاكا أو أمسج قيدة بوزمان استقبال بوزمان ماضي ويك خالي جدي تام بيبلم أو يك اسم فاعل كي إذا فكره إذا فكره برو مفعول اسم فاعل بمعنى اسم فاعل إذا فناك لبرو فاعل وتان لتك نسيه اسم فاعل بمعنى اسم فاعل إذا فناك لبر فاعل خوي هم شيء إذا فناك لبر مفعول فاعل كتلا مستتر دبت إيه زرتك أي أجر ديت من اسم فاعل إذا فناك لبر فاعل خوي زيد ضامر البطن زيد طاهر الثوب أو كثوب بطن فاعل إيتر دلين ليرا كندا اسم فاعل بلفظ هيا يعني صورتي كلمكا شكلي كلمكا شكل اسم فاعلة بلا اسم فاعل نية أي يتر أوكات معنا كي منتقل به بلو صفة مشبهة إيه زرتك أما خالك كدبي إما بيزاني زرتك
هذا إذا كان منكر أما كاتيك كيس فاعل أم شرائتك تائر ما كاتيك كيس فاعل منكر يعني جي يعني الفلامي بيوا نبت بلا أما إذا كان معرفا باللامي لنسخيج كده هاتوا أما إذا كان معرفا باللام الموصولة يستي فيه جميع الأزمنة يترهم زمان كان يتيا مصابين وكوزيد الضارب أبوه أمرا الآن أو غدا أو أمسي وحتى أوش بلين نعتمادي ده نهيش ليك ده حيث بابة لو بابة تانينا إيش هتو شرائتك هنا أو كده سيبتي ده مراجعة بكنا أنا كوما لقسم لسر أم بابة تكدو بلان والله يتره أو أنده بس شونك أو همشتد توزي قولي ده بيتا وليمان زفر تشاكا فصل اسم المفعولي مشتق من يفعل لنسخيج كده هاتو من فعل متعد أوش درستا من يفعل بالمجهول متعديا ليدل على من وقع عليه الفعل بلا نسخيج كده هاتو اسم المفعول مشتق من فعل متعد بو ليدل على من وقع عليه الفعل اسم فعل اسمك كدرسكرا ولا يفعل يفعل مجهول كمتعدي بيت چونك اسم مفعول لازم درست ناكلت اگر يدرس بكري اسم مفعول لازم قطعا بشكلي ابلن بجار مجرور ذكرت بجار مجرور ذكرت جار مجرور اكيد مثلا نال ممرور مثلا ضل ممرور به مثلا ار ذكرك إيه ليدل على من وقع في البوي دلالة كان لسر كسك فلك لسر أبي أنجام بوا إيه اسم فعل بتمام بوا أو صيغة دروز ذكين بوي بانجري أو بي أو بجينت كفعلك وبوني فعلك بسترا وتوا ببوني أو فاعله كلاقين هالوشة فعلي بدون فاعل هيج معنى ومفهومي كنية الأدبيات إيه زورتك ليس مفعوليش بويا دروز ذكري لفعلك ما تشول بمجوريا ليدل على من وقع عليه الفعل بوي بيانجري أو بي أو بجين دلالك على سر شتيك كفعلك على سر أوي روددات فعلك على سر أوي رويداوا فعلك على سر أوي كوتوا فعلك على سر أوي تحقيق لاوتوا وصيغته من الثلاثي المجردي على 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 المفعولين سرابنا على مفعولين منطقة له نسخيج كش أو هات وصيغته من مجرد الثلاثي على مفعول صيغة اسم مفعول الثلاثي مجرد على سلوزين سلوزين مفعولة لفظا وكم مضروب أو تقديرا كمقول ومرمي استم مقول أمل أمل لتقدير ده يعني أخو بد بتعز بنفذ ظاهرة كل سلوزين مفعولية مرميون أما أخو أصلا هر باسم مفعول أخو عبر بباري ظاهري الآن لتقديرنا بوتشونك مقول بوا لما لسر وسقيل ونقل مقلوب وما قبلك إلا بين دوا وكذا التقى ساكن رويدا ويك من حزب كلا وتسي وتمقول أو مرمي أصلا كي مرمو يوم وواوي لكلمة كوب وصابق لما ساكن وما كل بيه يما لا دغم كر بوتناسبية كما قبلية كما سيكا مكسور كي بوتسيبو مرمي ومن غيره ومن غيره كاسم الفاعل كاسم الفاعل منه يفتح ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج ولغير ثلاثي مجرد هي كبو ثلاثي مجرد يتوان وكاسم الفاعل وايا منه لغير ثلاثي مجرد هي كبو غير ثلاثي يتوان بغير يتوان منتهى يعني وكي وايا حرف مزارع كي لا دبن ميمكي ما ضم لا دبن بلا متابع فرقة ليس من فاعل قلتوا ما قبل أخرك موصول أم لدى ما قبل أخرك تيام مفتوحة ويأمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة في اسم الفاعل وعمل فعل مجهول كي خويدكات بو شرائطيك ذكر كلا وباس كلا ولا اسم فاعل يعني تشرائطيك لما ورد اسم فاعل وذكر كلا حمان شرائط بينا لما ورد اسم مفعول و اللي ركان ده مترحيت يعني هي نحو زيد مضروب غلامه الآن أو غدا أما اللي ركان ده مضروب كقد تماشى دكي تكيلا وتسر مبتدا والعين حارزة غلامه
مرفوع باب مضروبي كبوتا سيبوتا نائب فاعل او اسم فاعل اسم مفعول ما وتودو بابتيك اوش بابتي صفتي مشبه بابتي اسم التفصيل دم هويت اگر زوري شي بيبتش زانا زانم موفق ببم يعني بم ليك درسا هم صفتي مشبه هم اسمي اسم التفصيل تباوكم ويستم لم درسا دا صفتي مشبه كبخوينين كملا توضيحاتي ولين بدرسي راب بدرسي داهاتو بلا اگر بخوينين هموي بساريكوا تواونا ببومان وأجل جدولتي كني وي إس وني وي درس إداهات وتوزن أخرج ده جاوي لم درس دا بم مدة بم مدة كم قناعة دكين لدرس إداهات ولا ببشتواني خوي جودة توضيحاتي كافية ده إن جاء أجتواني من اسمي صفتي مشبهه اسم تفضيل هم ولا قال لك بخوانين ده فبها ونعم النشمن تواني أو ندر رمزاني ده هو بمن تعود بيانا دعوة كارب نخفى جودة هم لا يكتن سربسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.